المسرح، وهي من تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب ومن إخراج خالد جلال. نرجع تاني لرمضان 2023 وأبطال مسلسل الحشاشين، واللي بيقوم ببطولته النجم الجميل كريم عبد العزيز، واللي نشر صور أثناء تصوير أحداث العمل في مالطا، وده طبعا استعدادا لعرضه في موسم رمضان 2023. ظهر في الصور الأولى للمسلسل المخرج بيتر ميمي وبطل العمل كريم عبد العزيز، اللي بيجسد شخصية حسن الصباح، وهي واحدة من الجماعات اللي تبنت الفكر المتطرف. وكريم عبد العزيز ده مش أول تعاون، ده كان في تعاون قبل كده مع بيتر ميمي في مسلسل اختيار 2 و3 واللي اتعرضوا في 2021 و2022. طرح الفنان عمرو مصطفى أغنيته الجديدة سيبو عبر قناته على يوتيوب. أغنيته سيبو من كلمات